وجد تلاميذ علي خوجة أنفسهم ضحية إضراب لأزيد من أسبوعين بسبب مشاكل داخلية. أنس وأصدقاؤه من الأقسام النهائية باتوا يتساءلون عن مستقبلهم بعد تراكم الدروس. كان إضرابات بدون سابق إنذار للتلميذ، عندنا صافي دو سومان ما راناش نقراو، وزاد كلاس ديكزام، انا ترمينال هذا العام عندي باك. توقيت سيء انا خاصه على لي زيلاف، نبداو بمواد ثانويه ثلاث ايام في الاسبوع، نبدا بفلسفه ومات فيزيك سيونس نقراهم دائما معشيه من ثلاثه لخمسه. يعني ما يشفى ليا بين يعني الاساتذه والاداره، وحنا قعد احنا كنا كوسيط ما بيناتهم. كان احنا دوك حيولي البروبليم علينا كاع. لمعرفة الأسباب والمطالب اقتربنا من بعض الأساتذة الذين شنوا هذا الإضراب. نعاني من مشاكل وانسداد على مستوى المؤسسة من الموسم الفارط، طالب بإرسال لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى المؤسسة. أما الإدارة فقد امتنعت عن استقبالنا أو الإدلاء بأي تصريح. أكثر من أسبوعين على انطلاق العام الدراسي، وما زال مستقبل تلاميذ ثانوية محمد خوجة مجهولا ومرهونا بمتى ستنتهي الصراعات الداخلية.